تكون تدخلات جيده حتى انه يدخل في اجواء ديال هاد المباراه. لعبات كنا في هذه الزاويه في الوقت اللي هناك صافره ديال الحكم. اعتقد هناك كان هناك احتكاك بين اللاعبين. كريم بركاوي امامنا في مستطيل العمليات. نتابعوا الزاويه اللي غادي ينفذها المدافع السنغالي بكاري ماني. نفذت الزاويه لعبات دائريه فرصه للحسنيه. ثلاثه ديال اللاعبين ولا واحد ارتقى. كاوي ممتاز في الجهه اليمنى عند بكاري ماني اللاعب والمدافع السنغالي شنو يعمل ماني. كينتظر كيحاول انه يمرر ولكن تدخل الدفاع فقط عند سفيان المفتيني. ضغط الان من لاعبين ديال فريق حاسنة اكادير. كريم بركاوي بغى يمرر في اتجاه يوسف الحلي ولكن تدخل ديال فريق الدفاع الحسني الجليدي. برحو كيطلب من اللاعبين انه لكل واحد ياخذ المكان ديالو. كذلك تكون هناك حراسه فرديه للاعبين. كل ما كان هناك كره ثابته لانه كيكون صعود عدد كبير من اللاعبين. تعبات الكره دائريه تدخل الدفاع مره اخرى لفائده فريق الحسنيه. سعد مرسلي رفعت الكره داخل المعترك حسنيه اكادير. تعبات الكره من جديد عند كريم بعدي. بعدي رفع الكره تدخل للمدافع بكاري ندياي. مدافع تلعب هذه الزاويه تلعبات الكره تدخل ليوسف اكردوم العميد. بعدي من جديد كريم بركاوي فرصه في هذا فريق حاسنة اكادير التمريره ولكن فقط عند ياسين الذهبي. البحث على المرتدات الهجوميه تحت قياده سيمون صوفا. صوفا صوفا امام جوج لاعبين. هناك تغطيه مبرهق اكيد انتبهوا هذه المحاوله ولكن تدخل الدفاع كانت ممتازه ديال لاعب مرشد. ترفعت كره وتدخل الحارس. تدخل الحارس سفيان برع. كره في الجهه اليمنى بكاري ماني يوسف الفحلي. فرصه في هذا الفريق حاسس ان هذه الكره ما خرجتش. بكاري ماني شنو غادي يعمل بامكانه ان يمرر. رفعت الكره وتدخل سعد مرسلي. ضغط كلي الان اللاعبين ديال فريق حاسس اكادير. عبد الكريم بعدي تابعوا هذه المحاوله المراوغه. ماني رفع الكره تدخل الدفاع بامكانه انه يحمل الخطوره من اجل يمنى لفائده الفريق الدفاع الحاسي. سيمون صوفا البحث عن سيمون صوفا. فرصه دائما تسديده وتدخل الدفاع كانت فرصه لفائده فريق الدفاع الحسني الجديدي. سيمون صوفا ديما حتى الكره ممتاز. سيمون الحكم يقول لك كاينش هناك خطا. اصبح على المرتد الهجومي لفائده فريق حاسنة اكادير. تحركات المباراه بشكل جيد. كره في الجهه اليمنى عند يوسف الفحلي. الفحلي محاوله المراوغه دائما محتفظ بالكره. يوسف الفحلي في صراع مع يوسف اكردوم. الفحلي يراوغ. يوسف الفحلي اللي خطا الثقه بشكل كبير. لما كتاخذ الثقه اعتقد بامكانك تفعل كل ما تريد. بكاري شنو غادي يعمل؟ بكاري كيقرر. هذه فرصه تمريره من عباد كيما والجهه اليسرى عبد العلي عبد الكريم بعدي. عبد الكريم بعدي وحاولت المراوغه. مراوغه ممتازه تمريره عرضيه لو مرات الكره كان هذه فرصه والهدف. الهدف الاول بواسطه لاعب سعد المرسلي. كانت فرصه تدخل الدفاع سعد المرسلي في غفله من الجميع يسدد والكره تعانق شباك الحارس سفيان برحو. دقيقه 64 تفك لغز هاد المباراه. لاحظوا الفرحه ديال المدرب المساعد مصطفى الشريف اللي كيقود الفريق. اذا سعد البوسلي ترد. لاحظوا في الوقت اللي تم ابعاد الكره في غفله من الجميع سعد البوسلي وكان هناك كذلك مساعده من المدافع بكاري ندياي. بالفعل بكاري ندياي هو اللي حول كذلك اتجاه ديال الكره. لاحظوا هنا التسديده بكاري ندياي واش لبس الكره على ايه لانه تابعوا من جديد ولكن تسديده ارضيه قويه غلطت الحارس سفيان برحو. اخرى عبد الكريم بعدي ممتاز بعدي مراوغه تدخل الدفاع دائما فرصه. كريم بركاوي بركاوي والتغطيه بين فريق الحاسم الجنوبي. سيمون صوفا طلب الكره هذه فرصه حكم كيطلب وسط اللقاء. كان هناك سقوط والمطالبه بالخطا ضرب الجزاء. كريم ماني وصل الكره. ماني شنو غادي يعمل؟ ماني غيرفع الكره. رفعت الكره تدخل الحارس برحو من جديد كريم بركاوي.
التسديده وكتمشي خارج ارضك الملعب ولا الزاويه. الهدف الثاني بواسطه رضا عطاسي، لعبت الكره بشكل جيد، الراسيه والمتابعه لرضا عطاسي كيوضع الكره في الشباك. لاحظوا الفرحه ديال اللاعبين وكذلك الجمهور الان الحاضر، فرحه كبيره. رضا عطاسي كل الرضا على هذا اللاعب والمتابعه ديالو، يوضع الكرة في شباك الحارس سفيان برحو للمهمة لم تكن، كما تابعنا أنه لم تكن سهلة. لاحظوا الرأسية، خروج لم يكن موفق للحارس لقطع هذه الكرة، وبالتالي باكاريماني تدخل ضيعي إبعاد الكرة قبل ما تخرج يوسف علي. مشى يوسف علي يدخل داخل المعترك يوسف علي، الحكم كيقول بان الكره تجاوزت خط الحكم. نيرش هو الحب ديال الجمهور، هو الوفاء ديال الجمهور. تبع الفرصه بين الفريق ديال الحسن جدي، وتدخل للمدافع باكاريماني. حسام امعنان كيلعب الكره دائريه داخل المعترك، فرصه الدفاع حسن جدي، تسديده راسيه كتمشي فوق المرمى، كتسديده راسيه. صعود عبد الرحمن الحواصي، لاحظوا التمريرة ديال هاد الكرة التعميتة، وصيمون صوفا حاول انه يدخل داخل المعترك ولكن التغطية بين 2-0. التمريرة دي فرصة لبعيدة فريق حسنية أكادير، محاولة التمرير ولكن مر من جديد اتجاه لاعب بلال المقري. شو غادي يعمل بلال؟ حصل الكرة، كينتظر المساندة، محاولة المراوغة راوغ رفع الكرة ولكن فقط على هذه النتيجة. افتح دراف تعبات الكرة دائرية، لو يسجل الدفاع الحسني الهدف فأكيد أشياء كثيرة يمكن تغير. كي مرة في اتجاه اللاعب يوسف الفحلي، وانطلاقة ديال يوسف الفحلي والسرعة ديال يوسف الفحلي، دخل داخل المعترك، محاولة التمرير، تدخل الدفاع دائما محاولة خطيرة، محاولة رفع الكرة، يوسف الفحلي دائما كيحاول التمرير. كانت تغطية ممتازة، كانت تغطية ديال المدافع مروان هدودي. لو مرات الكره خصوصا بانه يعني لاعب سينيغالي كيلعب الكره عرضيه، فرصه يعني التسديده كانت فكره جيده، ولكن التسديده ديال اللاعب عماد الكيماوي مشات بعيده. بعدي حاول انه يمرر، لاحظوا المجهود اللي كيبذل عبد الكريم بعدي، تمكن انه يسترجع الكره. سعد المرسلي، سفيان بوفتيني، سفيان يعني كيجرب التسديد ولكن التسديد ديالو مشات. فرصه سيمون صوفا يعني كانت محاوله، حاول انه يلعب الكره بذكاء لانه بان له بانه عبد الرحمن الحواصي متقدم بعض الشيء. هنا نتابعوا يعني سيمون صوفا يعني خطا بسيط بامكان انه يستغلوا على نحو في مراتب تخول للفريق العوده للمنافسات الافريقيه والمنافسات القاريه. يوسف الفحلي حاول يمرر تدخل يوسف الفحلي، مراوغه شنو غادي يعمل يوسف الفحلي؟ حكم قال الاخيره في انتظار اننا نتعرفوا على الوقت بدل الضائع ديال هذه الجوله الثانيه. بلال البقري، سيمون صوفا دي فرصه لبعيدة فريق الدفاع الحسني الجديدي، والحكم كيطلب مواصله اللقاء، كيطلب من سيمون صوفا انه يواصل اللقاء. لاحظوا التدخل ديال الحكم كريم صبري امام سيمون صوفا، ولكن كان خطا على مستوى التغطيه الدفاعيه. تقدم للمدافع رضا عطاسي، سيمون صوفا مشى بالكره لانه كنعرفوا القوه ديال سيمون صوفا على مستوى الاختراق، على مستوى السرعه والتقنيات، ولكن تمكنش انه يسدد لي المرمى. الراسيه ديال يوسف اكردوم، ثلاثه ديال الدقائق كوقت بدل ضائع لهذه الجوله الثانيه، وفريق حسنيه اكادير يقترب من انتصار الثالث هذا الموسم. كما قلت بانه اخر انتصار لفريق حسنيه اكادير يعود الجوله الرابعه. فريق حسنيه اكادير تابوا المحاوله الاخيره، بالفعل خطا كان واضح طرف لاعب سليمان البراني امام عبد الكريم بعدي. باكاريماني ولكن ساعد تنفيذ هذا
كره ثابته وهذا الخطا في الوقت الحكم كيطلب من اللاعبين ديال الان كيشكلوا الحائط بالنسبه للدفاع الحاسم الجديد انه يعطوا الامتار القانونيه. باكاري ماني بدل انه يلعبها للمرمى على اين غنتابعوا لعبات الكره ولكن لعبها بعيده بعيد كل بعد على برضه فرصه فرصه الهدف والهدف بالفعل الهدف الاول لفائده فريق الدفاع الحسني الجديدي. اعتقد مسجل وحسام عبعلان يعني في غفله من الجميع اعتقد انه يعني كان خطا على مستوى التغطيه لعبات الكره بسرعه حسام عبعلان.